وسط بقى كل ده بتتكلم على المطران كابوتشي. كابوتشي، والناس بقى تقعد تسأل هو مين المطران كابوتشي اللي فانو الفيشاوي نفسه يعمل الدور وبيقول لو انا ما عرفتش اعمله ده انا بوصي ان حد يعمله، يعني برضو ايه بتلعبنا. مين المطران كابوتشي؟ المطران كابوتشي هو رجل مسيحي سوري كان سفيرا لدولة الفاتيكان في فلسطين، وقد تعاطف مع القضية الفلسطينية تعاطفا كبيرا جدا جدا، وساعد الفدائيين الفلسطينيين، واشترك في النضال الفلسطيني عن رغبته الحقيقية. قيمة هذا الرجل في أنه بيثبت للعالم كله أن الإرهاب ليس مسلما كما ادعوا وكما صدقنا نحن المسلمين. احنا كان عندنا او كنا نصفهم قبل كلمه الارهاب بان احنا عندنا متطرفين دينيا، وانا اعتقد ان هذا هو اللفظ الصحيح للتطرف الديني اللي هو بيفهم الدين بشكل مختلف عن حقيقه الدين فهو متطرف دينيا. انما الغرب الصق بنا صفه الارهاب كمسلمين واحنا صدقنا هذه الصفه وبدانا نرددها بصراحه بغباء. وبعدين أنا شفت هذا النموذج، هذا المطران كابوتشي، هذا الرجل المسيحي العربي. سمعت عنه ولا سمعت عنه كتير جدا وشفت صوره، والأستاذ محسن زايد السيناريست المؤلف العظيم رحمه الله سافر له الفاتيكان وقعد معاه فترة طويلة جدا وأخذ منه أشياء كثيرة جدا 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 علشان يكتب سيناريو عن هذا البطل المسيحي العربي. علشان نقدر نقول للناس انه الاسلام ليس ارهابا، لا ده الوطن العربي ده فيه مسيحيين وفيه مسلمين، وان اللي بيجاهد فلسطين وبيناضل في فلسطين عشان يسترد حقه ليس مسلما فقط انما هو مسيحي ايضا. في مصر من عبر، واحنا في 6 اكتوبر واحنا في ذكرى 6 اكتوبر 73، من عبر مسلم ومسيحي مصري مصري. فده دور بتحلم بيه طبعا، هو مسلم وهو مسيحي، ويمكن المسيحي قال قبل مسلم الله اكبر. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي.